المسؤولين والرأي العام حول هذه المسألة. في الحقيقة كان تبادل رسائل عادي بين المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كل ما في الأمر قضية قانونية محضة، ومن مهام الوزارة ضمان احترام القانون. أقول ضمان احترام القانون، ونؤمن إيمانا صادقا جما باستقلالية الاتحادية الرياضية، لكن هذه الاستقلالية تمارس في إطار احترام القانون.